ايوه هو مرض وبائي، اسهال لكن اسهال قاتل لا سمح الله، وتوفي ضحايا. يمكن الاخ يعني يمكن اعمارنا متقاربه عن حضرتك، تتذكر بال 2013 بالايجار تقريبا كل شطينا ضحايا بيه بالضبط. فهذا انا حتى احمي نفسي واحمي عائلتي احاول قدر الامكان ما اكل برا. يا اخي انت ما تعرف هاي الزلاطات والشغلات اللي يخلوها يعني ما تعرف هذا ابو هي المطاعم 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 السريعه بالضبط السريعه خاصه الاكلات السريعه بالضبط. هذه الاكلات السريعه تنفعهم هو مسويهم حافظها بالبرادات كل يوم، ضروري جدا انه عن النظافه عن حتى من اطب بيتي احاول يعني احاول حتى عائلتي انه الفواكه والخضره من اطب غسلها ضروري جدا غسل ايدين قبل ابلش بوجبه الطعام مالي. اعراض وعلاماته هو يعني يصير الم مغص وتقيؤ شديد عفوا اسهال شديد. العمر والعافيه الله يبارك فيكم.